قال لك الحب تخربيقه، بلي واقيلا الفن اللي في المغرب هو اللي ولا تخربيقه، وحتى الموسيقى. حاتم إدار اللي صوتو زوين بزاف بغى يقلب على البوز باي طريقه، واخا يخرج لنا غير شي تخربيقه، حيت مأمن ربما ان التخربيق في المغرب هو اللي كيتمشى وكينتشر. ومن واحد الناحيه راه عنده الحق، لانه الا جيتي تضرب غير واحد الطليله بسيطه على الترندين او التوندونس المغربي في اليوتيوب، غادي تلقى غير الكوارث وتخربيق. ولكن هذا لا يشفع انه الشخص بعقله فنان ومعروف وصوتو زوين انه يدير اي تخربيقه غير باش يتشهر. وحنا اصلا باقي كنعانيو من الاغنيه الاولى اللي دار احنو، حتى جا لينا بهذه التخربيقه اغنيه بكلماته زعما. اما هي راه ولد في ابتدائي صراحه يكتب بكلمات احسن منها، يعني بصراحه باش نكونوا متفاهمين. اما من ناحيه اللحن والتوزيع فحقيقه انا جاني بحال لحن ديال الاناشيد، ماشي لا 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 لا، بحال شي ديال المخيمات. ربما هادشي اللي غيخلي انه اي واحد او من نسل ان اي واحد يجي يقلد هاد الاغنيه ولا يدير بحالها، ربما يدير تحسن منها ويتشهر. الفن ولا تخربيقا، سناوني واحد دقيقه، معروضي واحد العقيقه، ومن تما نجيب الزويقه، نتقدا شي تقنقيقه، ودابا حنا راك نقلبوا عن الحقيقه. عاتب إدار كنشكرك اخويا جزيل الشكر على السيمفونية المغربية الرائعة. نمشي اخويا بحالتي قبل ما يجي السربي يوحيني، مشيت مرميقة، شكرا على التخربيقة، حقيقة حقيقة ما بقى الثقة. لا والوعرة والوعرة هي اخر لقطة اللي تيسالي بها الكليب ديال هاد الاغنية هادي، تيسالي باش اي نعم ان الفنان يصرفقنا نحن الجمهور اللي كنشوفوا في ديك الاغنيه. الصراحه حنا اللي نستاهلو، حنا اللي باغي نشوفوا التخربيقه فيها. راه الفن قبل كل شيء خص تكون عنده رساله، والدليل انه يشوف غير اغنيه الاطلس الرجاء بلادي دلموني كيفاش انتشرت وحققت واحد الشهره كبيره، وهادشي كله بلا اسفاف بلا تفاهه بلا تخربيق لا والو. سحر كره القدم ليس في ركل الكره نحو مرمى الخصم فحسب، بل بهتاف هؤلاء ورقص الجماهير ملولين الوجوه الذين حولوا الملاعب واللاعب والنادي والمنتخب إلى أكثر من حلم. وفي إطار الحديث دائما عن الرسالة وكرة القدم، فالكل يعلم أن الرسالة الأولى لكرة القدم هي الروح الرياضية كيف ما تنقوله، وبان لنا الله أعلم الله أعلم أن هذه الروح الرياضية خرجت لها الروح ديالها في آخر مباراة جمعت ما بين المنتخب المغربي والمنتخب التونسي. مسكينة هذه الروح الرياضية خصنا نترحموا عليها، لأنه مباشرة من بعد ما سالت المباراة ناضوا لاعبين من المنتخب ديال تونس تهجموا على شي لعابة من المنتخب المغربي، ونات روينة ونات صداع ونورمالمون هادشي مخصوش يكون. صافرة حكم المباراة الدولي المصري إبراهيم نور الدين تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بتقدم أو فوز المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء. هي مباريات الديربي، هي المباريات العربية كانت وباش صرعوا المغاربة هما أنهم داروا واحد الهاشتاغ سماو جيبوهم دونور، يعني جيبوا هذوك اللعابة للملعب ديال المغرب يعني في كازا ديال الرجاء والوداد، وغادي نفرجوهم ديك الساعات. علاش؟ تيتحلفوا عليهم كيف ما تحلفوا علينا، زعما كيتحلفوا على الجمهور التونسي واللعابه كيف ما داروا لنا حنا عندهم، حيت الجمهور التونسي حتى هو ما كانش كيتحلى بالروح الرياضيه وبقى كيشير على اللعابه المغاربه بالقراعي وغيره. هذا يعني انه فعلا رايح الروح الرياضي فين مشى. من اهم علامات السياسي اللي عنده مبادئ وتيبقى وفي ليها انه مهما تغيرت الظروف ولا تغيرت المناصب اللي هو كيتولاها كيبقى دائما وفي لديك المبادئ الاولى. وهذا الامر لا ينطبق على السيد نجيب بوليف الوزير المكلف حاليا او كاتب الدوله المكلف بالنقل حاليا. علاش؟ لانه السيد بوليف كان عنده راي حول البراق والتجفي قبل الاستبزار وكان فيه هادشي. دابا مين تيجيو تيقولوا لنا حنا عطينا التي جي في لفرنسا، علاش عطاو التي جي في لفرنسا؟ واش حبا في علاش؟ لانه فرنسا بالفعل من ما ديناش الطياير ديالها لي رافال، مشينا عند الامريكان باش نديرو معاهم صفقه عسكريه في الطائرات ديالهم باش نرضيو الامريكان باش يبقاو عندهم واحد الراي من القضيه ديال الصحراء. كان علينا على انه الحليف الاستراتيجي ديال البلاد اللي هو فرنسا واللي عنده موقف ايجابي من القضيه ديال الصحراء،
اننا نديروا له خاطره لان ساركوجي جاي وما ديتش من الطيارات لا بدا خص تعطيه شي حاجه. اذا اضطروا انهم يعطيوه الصفقه ديال التي جي بي. وبعد الاستفسار سيد بوليف ولا عنده راي مخالف تماما للموضوع ولا تيخرج بتصريحات يقول بان هذا المشروع التي جي بي بانه الافضل والاسرع والاقوى وما عرفت شنو على مستوى افريقيا وبانه نقطه ايجابيه ومهمه للمغرب وبلا بلا بلا وبلا بلا بلا. زيد على ذلك انه نشر صورته هو راكب في البوراق وكان طبعا من الاوائل اللي ركبوا في البوراق ولا شفتي صورته تحسوا بانه سعيد وفرحان ومبتهج وهو جالس حدا زميله عماره. وماشي هذا فحسب، سيد الوزير ولا كيدير الاشهار لهذا البوراق في الصفحه الرسميه ديالو على الفيسبوك على الاثمنه بشحال على مواعيد الرحلات وعلى كذا. والمهم دار له واحد الضجه اعلانيه زويونه لا غير متفقه مع ما كان يقوله في السابق. حصول هذه السياسه هذه ما فيها ثقه وما كتخلي حد الصباع. بلاش كتكونوا شفتوا الفيديو ديال سائق حافله ديال في مدينه بيشوف في كازا وهو تيسوق وهز واحد المظله حيت الشتا كانت كتصب وكانت الشتا كتدخل له داخل البيس وما عرفتش الا ما شفتوش ها هو الفيديو تشوفوه عاود. هذا الفيديو انتشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وكيبين الحاله المتدهوره جدا اللي وصلت لها هذه الحافلات المدينه في كازا واللي كيضطروا الناس يركبوها يعني على مضض ماشي حيت حبا فيها ولا شي حاجه كاينش البديل. وبلاص ما تعجل الشركه في انها تجدد داك الاسطول عندها ديال لافيراي اش دارت؟ ناضت جرات على السيد قالت الله يعاون باباي وعلى جرات عليه حقا ما حقا فضحتينا شوهتينا. والمشكله راه كاع كزوين عارفين حالتكم كيف دايره يعني فين هي الشوه فين هي الفضيحه. هذه اللي تيقولوا فيها طاحت الصومعه علقوا الحجام. ولكن العيب ماشي فيكم، العيب في الجهه اللي هي مفروض عليها انها هي كتراقبكم وكتحاسبكم وكدير معكم المواكبه واش فعلا كتخدموا الناس ولا ما كتخدموهمش. الهضره عليك الحاضر عينيك. تكلمنا على الموضوع الاجتماعي وعلى الفني وعلى السياسي وعلى الرياضي وبقى لنا الموضوع الحيواني. اعدام ملايين الكتاكيت حرقا، تخيلوا معايا شدوا ملايين ديال الكتاكيت فلان الصغار عاد خرجوهم البيضه وداروا لهم اعدام جماعي حرقا بالعافيه. ربما بزاف منكم لاحظ انه كاين واحد ارتفاع مهول في السعر ديال الدجاج في المغرب اللي وصل حتى ل 25 درهم للكيلو. هو المشكل ماشي في ارتفاع الاسعار، المشكل انه تم الاعدام ديال مجموعه ديال ملايين الكتاكيت حرقا لسبب واحد فقط هو انه باش يكون دائما كيكون الطلب زايد. يعني انا بغيت الدجاج بغيت نشري الدجاج والعرض ديالو قليل يعني كاين دواجن قليله الثمن ديالو كيرتفع. فهذا هو السبب انهم قتلوا دوك الارواح البريئه مسكينه كلها باش يطلع الثمن ديال السعر ديال الدواجن في المغرب. تخيل معي ماشي ما كاينش شي سبب اخر لا مريض لا والو، هذا هو السبب الاساسي. وهذه القضيه هذه راه معمول بها في بزاف ديال الدول وماشي غير حنا وماشي غير في الدواجن، يقدروا يديروها في الحليب يديروها في الخضره في مطيشه في بزاف الحوايج ملي كيكون الانتاج كثير باش يحافظوا على السعر ديالو في السوق كيتخلصوا منه. راه يكبوه في البحر يرميه ويقتلوه، ولكن على الاقل قتلوهم ولكن قتلوهم بطريقه انسانيه. هنايا فين غادي نتسائلوا شكون فينا الحيوان؟ واش حنايا بنادم اللي ولينا بحال الوحش نقتلو بديك الطريقه ولا الكسكوت مسكين عاد خارج من البيضه؟ شكون فينا الحيوان فعلا؟ سلام.